اتكلمنا عن ايه النهارده؟ اهلا بيكم، اكلمكم عن موضوع مهم جدا شغل رأي الناس كلها ودايما ظالمين الحكومة معاكم. اول حاجة اكلمكم عن موضوع قطع النور. الحكومة بتقطع النور مصلحة للمواطن. هتقولي ازاي؟ اقولك اه طبعا مصلحة للمواطن. انت مثلا شغال في مصنع والنور قطع ساعتين، هتريح طبعا ساعتين. شفت بقى ان هما بيبصوا لمصلحة المواطن. تاني حاجة، وانت قاعد في البيت والمريم بتتفرج على التلفزيون طول النهار، هم الحكومة تقطع الكهرباء عشان تقعد انت والمدام مع بعض شوية وتعمل طلاب بينكم وبين بعض، يبقى الحكومة بتعمل لمصلحة المواطن. نيجي بقى للشباب. الشاب مثلا ماشي مع الموز بتاعه وعايز يقعد في حتة ضلمة، وانت ماشي الحكومة تقطع النور عشان تعرف تقعد انت والموز بتاعه، يبقى الحكومة دلوقتي بتعمل مصلحة المواطن، صح ولا غلط؟ صح طبعا. هوب الله يخرب بيتكم.